أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت انتصارات كبيرة وسيطرت على عدد من المواقع شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة استمرت من مساء أمس حتى فجر اليوم. وقالت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل العيائين وتبت الرزقي واستعادت جبل السلطة وقرية الحوال. كشفت مصادر مطلعة لصحيفة المدينة السعودية أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق ميليشيات الحوثي لوزير الدفاع اللواء الصبيحي وعسكريين آخرين، إضافة إلى جميع المعتقلين قبل انطلاق مفاوضات الكويت المقررة في 18 من الشهر القادم. قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري أن الحدود السعودية آمنة ومستقرة، وتأثير إيران في الداخل اليمني تراجع بشكل كبير على الرغم من المحاولات المستمرة والمزايدات الإعلامية، مشيرا في حوار صحفي إلى أن العمليات العسكرية الكبرى انتهت وأن المرحلة الحالية إسناد جوي فقط للجيش الوطني اليمني. هاجم مسلحون إرهابيون بثلاث سيارات مفخخة منتصف ليل أمس نقاط تفتيش وحواجز أمنية بالقرب من مقر قوات التحالف بمدينة البريقة بعدن، وسقط العشرات من أفراد الأمن ومواطنين في الهجمات قتلى وجرحى. وقال مسؤول أمني أن الانفجارات عقبها اشتباكات مع المسلحين الذين حاولوا اقتحام سكنات عسكرية ومبان سكنية. وقد قتل مسلحان اثنان فجر اليوم أثناء محاولتهما الهجوم على أحد المراكز الأمنية في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن بالقنابل اليدوية. وقال مصدر أمني أن الباص الذي استقله المسلحان كان مفخخا ومعدا للتفجير. من جهة أخرى قصفت مقاتلات التحالف بغارتين منزلا في المدينة الخضراء بعدن يعتقد أنه أحد الأوكار التي يتحصن فيها مسلحون إرهابيون، وشنت المقاتلات غارات أخرى على مواقع وتمركزات للمسلحين الإرهابيين في منطقة الرباط بين محافظتي عدن ولحج.